مرحبا أصدقائي في برنامج سينما فلسطين. اليوم في حلقتنا راح نحكي عن المخرج الفلسطيني إياد محمد أبو روك، مخرج سينمائي فلسطيني درس الإخراج والتمثيل في مصر. ومن أعمال مخرجنا فيلم ما زلت أحيا. الفيلم بيروي قصة أصغر طفل أسير في العالم، الأسير الفلسطيني يوسف الزق اللي شاف النور داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي عام 2008. لا نستطيع أن نعطي الصورة حقها. يوسف حرم أنه يلهو ويلعب كأطفال العالم. عندما تمت الولادة كبلوا القيود في قدمي ويدي بالسرير على مدار 3 أيام. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن فيلم وثائقي بيناقش قضية الهجرة الغير شرعية، فيلم مراكب الموت إنتاج فلسطيني نرويجي مشترك. هاربون من موت إلى موت في موسم الهجرة عبر المتوسط، هناك حيث القارة العجوز وأمواج تنقل كثيرين منهم جثثا لترقد بسلام على شاطئ الأمان المأمول. الفيلم بيروي أحداث وقصة غرق السفينة 6-9 اللي كانت بتحمل مهاجرين فلسطينيين وسوريين. هلأ هني بفكروا إنه الهجرة راحة ورح يرتاحوا لأنه هني قاعدين بضغط. يوم واحد حوالي 3700 شخص. ركب المهاجرين البحر من شواطئ مدينة الإسكندرية طمعاً في الوصول إلى أوروبا بسبب الحروب والنكبات. The trip starts in Alexandria and refugees land on the shores of Italy. It is that route that Nidal took with his family to reach Europe. احتج المهاجرين على تصرفات المهربين، بس للأسف كانت ردة فعل المهربين بإغراق السفينة بالقصد في المياه الإقليمية، ومات كل من كان على متن تلك السفينة اللي كان عددهم 450 شخص، ونجا فقط 8 أشخاص. مشت السفينة تبعتهم، وبعد ما اختفوا من قدامنا احنا مشينا. بعد تقريبا 35 دقيقة 40 دقيقة مقصود تفاجأنا بشيء خيالي، إنه إشي ما سبق وسمعنا فيه، إنه السفينة اللي إحنا فيها تتعرض لحادث من الوسط وتقلب في المية. وناقش الفيلم قضايا المنطقة العربية والصراع اللي بيحدث في المنطقة، وناقش أيضا قضايا حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين. ندين أي اعتداء يتم على مدنيين يصعدون تلك السفن ليصلوا إلى بر الأمان. مهما كانت الظروف التي يوجدون فيها، هنالك إدانة موجهة من قبلنا، وخصوصا لبعض الناس الذين كانوا موجودين ببعض الحكومات. صنعت مشاهد تمثيلية لغرق السفينة، وتم تصوير الفيلم في 4 دول أوروبية، وتم عرض الفيلم في أكثر من 10 دول عربية وأوروبية. The stories of those who drown can only be understood by those who have actually lived through it and still remember all its details. Those scenes are repeated daily, and despite all the dangers, migrants do not stop taking the tough journey as they run away from the wrath of war, endangering their lives and their families' lives in pursuit of the future. فيلم مراكب الموت يعتبر من الأفلام اللي أنا طالما أنا بعتز فيها لسماع كثير من القصص ومن الروايات التي تهز ضمائر البشر، والتي هي تعتبر كارثة العصر في كثير من المواقف التي عاشها الناس كتجربة الهجرة عبر البحار والتضحية من أجل الوصول إلى بر الأمان، من أجل البحث عن الحرية وعن السلام وعن
إدراك الحقائق للإنسان أن يعيش في حرية وأن يدفع ثمن هذه الحرية. الفيلم بيشارك في مسيرة مهرجانية مميزة. انتظروني في الحلقات القادمة. وطني كان في خير، كان في كوخ، كان في طير. وطني عاش الضمير، وطني صار في نار، صار في خوف، صار في تار. وطني حرقك وخزير.